مشاهدينا احييكم مجددا من بيروت. بعد ما كان لسنوات يتم استيراد الثياب الواقعه من الرصاص من الخارج الى لبنان، اليوم المصمم اللبناني نمر سعادي يقوم بتصميم مجموعه كبيره من الالبسه ضد الرصاص، وتنال هذه المجموعه اقبال كبير من رجال السياسه والفن والاعمال في لبنان. عن هذا الموضوع نتابع التقرير التالي للزميله ميرنا غرزوزي. رصاص ينطلق باتجاه قميص ضد الرصاص. تصميم جديد للمصمم اللبناني نمر سعادي الذي أقام مؤخرا عرضا للأزياء تضمن الكثير من الثياب المضادة للرصاص وغير الظاهرة للعين المجردة. فكيف انطلق بهذه الفكرة ومن هم زبائنه؟ فكرة البورد بروف هي اجت من وراء زباين عندي سياسيين او رجال اعمال لبنان وخارج لبنان. حبيت الفكره وحبيت اكون من اوائل انا اللي نفذها. كانت صعبه، عملنا كونتاكت مع ناس برا، حبينا انه نجمع هالفكرتين مع بعضها. هن الفكره عنه كانت عسكريه، انا اخذتها فرطتها كلها ورجعت عملتها بشكل انه تناسب مع القطع اللي انا بعملها للسياسيين. لا يهدأ المصمم سعادي من العمل في مصنعه الخاص، حيث يشرف على ادق التفاصيل بهدف تلبيه كافه طلبات زبائنه. وجوه مختلفة من أهل السياسة والفن والأعمال تقصده بهدف تصميم ملابس عصرية سواء ضد الرصاص أم لا. فاليوم أصبحت الحماية أمراً ضرورياً بخاصة في لبنان، وهذه الملابس لا شك أنها تؤمن الحماية، ولكن لأي حد؟ الأيتم اللي عم نعمله ضد الرصاص هو بيحمي من الاغتيالات القريبة، مش انفجارات أو شغلة عسكرية 100%. هذه الشغلة بتحمي لهي للشخص نفسه، للرجل أعمال أو السياسي، والأشخاص اللي حواليه بيلبسوا نفس الفكرة، يعني الجروب القريب. هيدي الاغتيالات بتصير عبر إذا كان عم بتمشى، إذا كان طالع من سيارته على من سيارته المصفحة على بيته، إذا كان بغدمة، إذا كان بعشاء، هون وين في خطر عليه؟ عم نحكي ديامتر 6-7 متورة. لا مجال للخطأ، والتجارب المتكررة ضرورية، لذا يتابع نمر تصويبه المسدس نحو هذه الملابس. هذه الحشوة ذاتها بنستعملها، شفنا انه هون مقوصين عليها، بتنزل الرصاصة لهون لانه بتخليها تروح لهالميلة. الآن صارت هون الرصاصة موجودة. هاي الحشوة تبعت البرانية بتكبها لبرا، ما بين معنا شيء هون ابدا. هيدي نفسها هي اللي بنستعملها للقمصان، حتى جوا القميص فيري فلكسبل مثل ما شايفين، ما بصير لها شيء. نستعملها بقمصان كتير فاشنبل، ما حدا فيه يعرف انه ضد رصاص. اخر فاشن شو تبعنا كنا مستعملين منها مثل ما شايفين، فيري فلكسبل ما بتبين. ضمن مجموعه نمر الاخيره والمتعدده الالوان والقصات، لا يمكنك ان تميز اي قطعه تحوي على حمايه واي قطعه لا. وهنا السر، كل السر في هذا التصميم الامن. ميرنا غرزوزي اليوم على الحره بيروت. ومشاهدينا، إشارة إلى أنه طريقة البيع بتتم بسرية تامة، يعني حتى أنه ببعض الأحيان لا يعرف المصمم أو بائع هالنوع من الألبسة الشخصية السياسية اللي رح تشتري الثياب. مشاهدينا، بعد قليل وبفقرتنا الرياضية نوصل